في كفيفان استقبل رئيس الدير الأب يوصاف لكفوني طالب الترهب الجديد. شرح له مشقات الحياة الرهبانية، لكن يوسف أظهر كل الاستعداد لمجابهة الصعوبات وقهر الذات في سبيل الله. وبعد 10 أيام تم قبوله في الابتداء، واتخذ له اسم إستفان تيمنا بوالده واسم شفيع كنيسة رعيته في لحفد. مكث الأخ إستفان في الابتداء 2 سنين متتلمذا على يد معلم المبتدئين الأب إغناطيوس التنوري المشهور بفضائله الرهبانية، والذي وضع يوم ذاك بموافقة السلطة الرهبانية قانونا جديدا للمبتدئين مجددا الحياة النسكية والرهبانية في الأديار. وقد عرفت تلك الفترة بالإصلاحية، وتم التشديد خلالها على حفظ الفقر والحياة الجماعية المشتركة. تنوعت النشاطات في فترة الابتداء بين الصلوات والتأملات والاشتراك في القداس الإلهي وممارسة سر التوبة من جهة، والعمل داخل الدير وخارجه أي في الحقول من جهة أخرى. وقد ارتبط العمل في الحقل يومها بالطاعة والفقر والتمرس في تهذيب قوى الجسد والنفس معا. أرسله أبوه إلى روما ليكمل ثقافته على أشهر أساتذتها، فبرع في الفصاحة والبيان، وأولع بكتابات علماء اليونان والرومان بعد أن أتقن اللغتين اليونانية واللاتينية. بحسب قانون وفرائض الرهبانية ينقسم الرهبان بعد انتهاء فترة الابتداء إلى فئتين، فئة الكهنة وفئة الإخوة الرهبان. وجرت العادة أن يقوم المجمع الديري المؤلف من الرئيس ومعلم المبتدئين ورهبان الدير بإلقاء القرعة التي تحدد من يبقى من المبتدئين في حالة الإخوة الرهبان ومن سيرتقي إلى الدرجات الكهنوتية. برزت هالحاجة هذه وانكتب عنها بالسنة 1909. فإذا الحاجة للإخوة العملي أو الإخوة اللي هن بحالة الأخوة الدائمة كانت ضرورة أكبر من حاجة الكهنة للأديار وللجماعة الدائرية، بينما للكنيسة الحاجة للكهنة هي أكتر. مين من لبي؟ ما منميز بين الأخ المعد إلى أنه يبقى راهب أو الأخ المعد إلى الحالة الكهنوتية. مش على معلم المبتدئين أن يميز هذا الشيء، لأنه الرهبانية بسلطتها هي اللي بتميز في الوقت المناسب هالشي هذا. إنما على المعلم المبتدئين بدرجة أولى يميز مع الشاب يلي جاي على دار الابتداء إذا كان عنده فعلا دعوة رهبانية أم لا.
لأنه التنشئة يلي موجودة بالابتداء هي تنشئة محض رهبانية على الحياة المشتركة، على حياة الصلاة، على حياة التأمل، يلي هي ممكن كتير مفيدة لحياة الكهنوت كمان، بس إنما بدرجة أولى نحن منركز على التنشئة الرهبانية بحسب قوانين وبحسب تقليد الرهبانية اللبنانية المارونية. أحد الرهبان بيعلق على هالحدث بالقول جسم الرهبانية بيمرض إذا فقد راسه وفقد رجلي، أو بالأحرى جسم الرهبانية بيتشوه إذا فقد راسه وفقد إجراه. راسه هن الحبسة وإجراه هن الإخوة العاملين. عم يختصر حالة الرهبنة أنه نحن بحاجة للكل، بحاجة لحبسة، بحاجة لجماعات بالأديار يكونوا كهني، كما أنه أيضا بحاجة لإخوة عاملين لأنه هن بيوقفوا الرهبنة على إجرائها. أما الأخ إستيفان فبدا فرحا ببقائه راهبا عاملا، مع أنه قد حصل من الدروس ما يوازي العديد من رفاقه الذين أصبحوا كهنة فيما بعد. سنة 1908 بيجينا زائرين رسوليين من قبل مجمع الكنائس الشرقية بروما يزوروا أديار الرهبان للرهبانيات الثلاثة، الرهبانية اللبنانية، الأنطونية والمريمية حاليا. بيروحوا على دير ميفوق تقريبا بشهر أيلول سنة 1908 وبيحكوا مع كل رهبان الدير، وبيحكوا مع الأخ إستيفان نعمة، وبيكتبوا جملة 3-4 تصدر عن المقابلة اللي حكيوا هنوية. بيقولوا إنه الأخ فرحان كتير بحياته، وهيدي الشغلة بتطمننا وبتقلنا شغلة، إنه الأخ إستيفان قبل بوضعه الرهباني وفرحان بحالته الرهبانية، وهي شغلة جيدة جدا. ما كان كاهن مرتسم، بقي راهب بسيط عامل في الرهبانية، ولكن أنا شخصيا بعتقد إنه كان رسول يمكن أكثر من اللي كانوا كهنة واللي من واجبهم يبشروا والناس، وهو كان بالرغم من بساطته، بالرغم إنه ما كان كاهن، كان رسول كبير. 31 عاما قضاها الأخ إستيفان في الحياة الرهبانية، أمضى 12 منها في دير سيدة ميفوق، وقرابة 10 سنوات في دير سيدة المعونات جبيل، و3 سنوات في كل من دير مار أنطونيوس حوب، دير مارشال ليط القطارة، ودير مار مارون عناية، ثم عاد مجددا إلى دير مار قبريانوس ويوستينا كفيفان قبل حوالي 7 أشهر من وفاته. كان شغفه العيش المستتر مع المسيح من خلال التكرس الرهباني الكامل القائم على الصلاة والعمل، فكان مصليا في عمله وعاملا في حياته يردد بتواتر: الله يراني. يعني أنا حبيت أعمل أخ، بحس بحرية أكثر بالطبيعة، يعني بحب مجية الله من وراء إنه شغلي بالحق لي شغلي، يعني حتى بالشغل الدهان اللي عم بشتغل فيه هوني، شو بينطلب مني من الريس، يعني أم بأعمالي، وأكثر شيء بعيش بحرية بالحق لي بالطبيعة وبمجية الله. وحبيت إنه اختبر حياة الأخ إستيفان وعيش مثله،
لأنه أخذ شعار حلو بحياتي تعلمته منه، أنه قول الله يراني، يعني بأعمالي وين ما بكون عملت منيح بحياتي بشغلي بصدق قول الله يراني، وإذا ما عملتش كمان منيح كمان قول الله، يعني قول الله يراني.